وللحديث عن استمرار استهداف الناشطين والمتظاهرين في العراق وعجز السلطات الحكومية عن حمايتهم وحماية حرية التعبير في البلاد، معنا من بابل الدكتور ضرغام ماجد الناشط في التظاهرات. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله، حياكم الله. أهلا وسهلا دكتور ضرغام. ماذا يعني لكم كناشطين استهداف الميليشيات منزل الناشط في التظاهرات قاسم حامد مساء يوم أمس في بابل؟ الحقيقة هو هذا الاستهداف سبق أكثر من استهداف، سبق بيت أخونا قاسم، بيت الشيخ حامد أيضا استهدفوه يعني بعبوات تفجيرية. التظاهرات في محافظة بابل بالآونة الأخيرة تنظمت وتوجهت بالاتجاه الصحيح وزادت أعدادها وبدأت تحقق مطالب بتوجهها على بيوت النواب، بالأخص نواب الميليشيات واللي يمتلكون عصابات إجرامية. هاي التظاهرات توجهت لمنازلهم وأصرت أنه لازم يحققون المطالب. نعم. فبعد هذا الإصرار والاستمرار حاولوا ينالون من عزيمة المتظاهرين يضعفوها، استخدموا الرصاص الحي بأكثر من تظاهرة وعندنا جرحى. طبعا هذه كلها تعرضت للتكتيم الإعلامي، فأغلب الأحداث هاي ما نقلت من خلال الاعتداء اللي صار عن طريق النائب حسن فدعم اللي يمتلك فصيل فجر ويمتلك ما أدري هذه تابع لمن، وأيضا هو تابع لتيار الحكمة بس الفصيل ما أدري شنو يدعى باسم الحشد وغيرها. إلى أي مدى دكتور تتحمل السلطات الحكومية في العراق مسؤولية ما يجري من استهداف الناشطين في البلاد؟ الحقيقة احنا بالنسبة ان بالدرجة الأساس كان وجهنا الخطاب واللوم والعتب على السلطة القضائية، لأن أكثر من مرة توجهنا للقضاء لردع هاي الميليشيات ودورنا كان داعم للقضاء وتقوية القضاء، وقدمنا شكاوي لأن احنا نسير بالسلمية والتنظيم، لكن للأسف الشديد إلى الآن لم تكن إجراءات رادعة من قبل القضاء. ايضا القيادات الامنيه، القوات الامنيه، الاستخبارات، الامن الوطني، المخابرات الى الان لم تاخذ دورها بالشكل الصحيح، وتكرر الاعتداء من رصاص حي الى استخدام امام انظار القوات الامنيه استخدام العبوات التفجيريه لاكثر من مره خلال تقريبا فتره شهر، صار اكثر من اعتداء وامام انظار القوات الامنيه. هذا هو اللي دفع هاي العصابات تتمادى اكثر، لكن المتظاهرين الأحرار مستمرين بعزيمة وإصرار، وأيضا نريد تقوية المؤسسة الأمنية باستبعاد الضباط المندسين اللي تابعين للأحزاب، وأيضا تقوية القضاء بأنه يتسلم مناصب القضاء القضاة الشجعان الوطنيين المخلصين الحريصين على الوطن وأبناء الوطن. نعم. نعم. بهاي الأمور إحنا راح نقوي إن شاء الله ونبني دولة الأراك ونحررها. نعم. نعم. طيب من التدخلات الخارجية. بذكر القانون، الحكومة أعلنت مؤخرا عن قتلة بعض الناشطين والصحفيين، هل أقنعت هذه النتائج المتظاهرين في العراق؟ ولماذا لم يتم الكشف عن الجهات العليا التي أمرت وتخطط لعمليات الاغتيال؟ حقيقة كل النتائج اللي تم إعلانها يعني لم تكن موضع رضا وقناعة عند أغلب المتظاهرين الأحرار، وما نسعى له وما كان سابقا وحاليا مطلبنا هو الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم والجهات اللي تقف خلفهم ومن أعطى الأوامر والجميع، حتى يكون أسلوب رادع وما تتكرر هاي الجرائم. هذا اللي سوته الحكومة، احنا ماضين تظاهراتنا وتنظيمها، والأيام القادمة ستشهد إن شاء الله عدد من المحافظات وأيضا على مستوى أعلم من المحافظات باتجاه بغداد وأيضا باتجاه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اللي صرح تصريحات تحريضية وطائفية على المتظاهرين، راح تكون خطوات قادمة إن شاء الله، وأيضا لدعم وإسناد القضاء حتى تكون قرارات جدية حقيقية وليس قرارات شكلية. طيب. بخصوص محاسبة القتلة والمعتدين على المتظاهرين، استمرار التظاهرات بهذا قوة في العراق إلى أي مدى يشير إلى أن ثورة تشرين أصبحت حامل التغيير في العراق؟ التظاهرات بإذن الله سبحانه وتعالى وهمة الأحرار قادم الأيام ستشهد بإذن الله
تنظيم وترتيب وانطلاقة أقوى مما كانت في ثورة تشرين، ستعالج الإخفاقات والأخطاء التي حصلت في ثورة تشرين من وجود المندسين، من عدم التنظيم، من عدم توجه التظاهرات إلى مركز القرار. الأيام القادمة المتظاهرين الأحرار في مختلف المحافظات عازمين على تغيير واقع البلد، محاسبة المفسدين والخونة عملاء إيران وأمريكا وإسرائيل وأيضا باقي الدول المعادية للعراق، وهذا يطلب تنظيم. وهذا العمل الآن الأحرار في مختلف المحافظات عاملين بهذا العمل، والانطلاقة القادمة للتظاهرات بإذن الله ستكون على مستوى عالي من التنظيم والإخلاص والوطنية بإذن الله. من بابل الدكتور ضرغام ماجد الناشط في التظاهرات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.